خليني قبل ما استقبل ضيفي مشاهدينا نروح مع بعض من خلال زوم. هيكون معانا الدكتور احمد صبري استشاري التغذيه العلاجيه اللي هنعرف منه اكتر علاقه الاكل بالحاله المزاجيه. انا عارفه ان كلنا مش طايقين نفسينا، بس لعل وعسى يمكن في بعض الاكلات نزود منها المرحله اللي جايه عشان نفسيتنا ترتاح. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يعني بص يا دكتور بقى، انا عايزه يعني استغلك اسوأ استغلال يعني النهارده يعني عايزين نعرف ايه علاقه الاكل بالمزاج، وهل فعلا في اكلات ممكن تخلينا حالتنا المزاجيه حلوه، او في حاجات بنعملها برضو العكس بتخلينا مكتئبين وساكتين ومش طايقين نفسنا يعني طبعا الاكل له علاقه كبيره جدا بالحاله المزاجيه، فاحنا كل ما بناكل صح كل ما حالتنا المزاجيه بتتحسن جدا، لان الاكل ببساطه ليه علاقه بهرمونز معينه زي الدوبامين والسيروتونين وهرمونز معينه اللي بنقول عليها هرمونات السعاده. وفي اكتر من 9 اكلات مباشرين فعلا بيحسنوا هرمونات السعاده جدا جدا، وفي منها كمان اكلات كمان اقتصاديه مش كلها غاليه. طب ما تخلينا يعني نبتدي في بأكلات مثلا السعادة، أكلات السعادة، نركز مشاهدينا، إحنا بنتكلم على أكلات اللي بتجيب لنا سعادة، اللي هي تمام، اول حاجه المكسرات من الحاجات المهمه جدا جدا ان هي بتحسن الحاله المزاجيه. تاني حاجه هو الزبادي، لان الزبادي ده بينشط البكتيريا النافعه بتاعت الجهاز الهضمي اللي هي البريبيوتكس، وده بيحسن جدا جدا الحاله النفسيه للجسم وبيحسن استعدادات الجسم كويس جدا. تالت حاجه الاسماك بصفه عامه، يعني السمك اللي احنا اكلنا مره في الاسبوع او مرتين، كذلك اسماك التونه، كذلك اسماك السلمون، كذلك اسماك السردين، فده مهم جدا جدا انه بيحسن الحاله المزاجيه، لان في اوميجا 3 اوميجا واوميجا 3 6 6 9 ودول 9، فدول بيحسنوا الحاله المزاجيه بشكل كبير ومباشر. كمان عندنا غير المكسرات وغير السمك وغير الزبادي، البيض كمان من البروتينات المهمة، وأي بروتين مفهوش دهون هيبدأ يحسن معانا الحالة المزاجية كويس جدا. طبعا الشوكولاتة، ولكن أنا بفضل الدكنة منها اللي هي الدارك تشوكلت، على أساس إن سعراتها الحرارية قليلة جدا، ليه دايما فما بتختاروا تعملش الحاجات زيادة في الوزن. ليه دايما بتختاروا الحاجات المرة اللي طعمها وحش؟ ما كفاية المرار اللي عايشين فيه. هي ماشي على فكرة طعمها بالتعود هنلاقيه كويس جدا، تمام. وفي ناس بتشربها يعني بتاخدها مع القهوة. القهوة حتى دايما دايما المطاعم الكبيرة قوي في العالم دايما يحط لك القهوة معاها حتة شوكليت كده، لازم يعني دي مع دي لازم، تحلي المرارة وعلى شوية. صح، وعلى فكرة القهوة كمان والكافيين من الحاجات اللي بتحسن الحالة المزاجية جدا جدا جدا، لأن ده سي ان اس ستيمولانت او منشط للسنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. بس فالناس اللي بتشرب ليها قهوة جرعات ما معينة، تخافش. مثلا ليها جرعات معينة، كم فنجان قهوة في اليوم يبقى تمام ومناسب للجهاز العصبي؟ طبعا أقصى حاجة 3 4 فناجين في اليوم، على أساس إن أكتر من كده بيعمل حاجة اسمها تاكي كارديا أو زيادة في ضربات القلب، تمام وبيبدأ يوتر الجسم ويعمل أثر عكسي. تمام احنا مش عايزين ان احنا نعمل لود على الهارت ريت، على ضربات القلب، ضربات نعملش القلب. عليها ضغط او نعمل تسارع. وعلى فكره في كمان في الكافيين حاجه زي الشاي الاخضر انا بقى او كنت لسه الجرين هسأل عن كوفي من القهوة الحاجات الخضراء. الصحيه. كنت لسه هسأل حالا عن القهوة الخضراء والشاي الاخضر، ايه الموضوع؟ عشان قعدوا عملوا تمام، عليهم ضجة من كام سنة برضو، القهوة الخضراء القهوة الخضراء طعمها وحش قوي، بس ماشي لو مفيدة قول لنا يعني لا هي فعلا يعني فيها مضادات اكسده عاليه جدا، بوليفينولز وثيامين وحاجات فعلا مضادات اكسده. وكلمه اكسده للي مش عارف، الاكسده هي عمليه سيئه بتتم جوه جسمنا زي كده الصدى بتاع الحديد، ناتج اي عمليه حيويه جوه جسمنا بينتج عنها اكسده اوكسيديشن. تمام. فالقهوه الخضراء والشاي الاخضر فيهم مركبات عضويه بيقللوا الاكسده دي، بيقللوا الصدى،
اللي بيحصل جوه جسمنا بيقللوا الويست برودكت او الفضلات اللي هي ممكن تكون بتتراكم فتدخلنا في حالة إعياء عامة، عدم تركيز، على ممكن فكرة المناعة تضعف ده تشبيه حلو قوي، وهكذا. لأن فعلا في ناس كتير قوي يا دكتور ما يعرفوش يعني إيه أكسدة. هما بيسمعوها صح والدكاترة بتقولها وكل الناس بتقولها، لكن في فئة كبيرة جدا يعني إيه يا ستي أكسدة اللي أنتوا عمالين تتكلموا عليها دي؟ يعني حتة الصدى صح لما أنت قلت لهم الحديد لما بيصدي، شفتوا الصدى اللي عليه؟ ده تشبيه. أنا ذات نفسي اقتنعت فخفت، إلا جسمي ممكن يعمل كده من جوه، فلا هتشربي قهوة تمام خضراء. هشربها بقى يا دكتور بقى، مع انها طعمها وحش قوي. طب ايه اللي طعمه حلو المفيد برضو؟ يعني اصل نص الحاجات دي طعمها وحش يا غاليه، يعني لما تيجي تقول غالية. مكسرات فانا الناس هتضربني تقول لي انت عارفه كيلو عين الجمل بكام واللوز بكام، فايه الحاجات بقى الرخيصه قوي اللي فيها نفس المكونات؟ الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الفاكهة الحمضية اهو جوافة، زي مثلا البرتقال، الجوافة. زي مثلا اليوسفي، الجوافة، عندنا مثلا التوت من الفاكهة المهمة جدا اللي بترفع الحرق، أي عندنا الأفوكادو مهم جدا، يعني الأفوكادو بالنسبة لنا حاجة مهمة وجميلة وبتساعد على تنشيط مستوى حرق الجسم والتخلص من الفضلات، فده حلو جدا جدا. يعني الناس اللي في عايزة افوكادو يا جماعة، عشان برضو بقالش دكتور احمد، مش كل الناس هتعرف تجيب غالي. افوكادو لانه غالي يا دكتور احمد، يعني لا غالي لا، يعني. هي الفاكهة الحمضية موجودة دلوقتي، فاكهة الشتاء، احنا نتكلم بقى في اليوسفي، البرتقال. البرتقال والاستفندي والجوافة والبلح الاحمر الجميل اللي طلع اللي فيه حديد وفيه صح حاجات صح حلوة. يعني صح الحاجات اللي في صح جدا، متناول الناس برضو العادية. بس هي بتدي جرعة عالية جدا من فيتامين سي، وده برضو من مضادات الأكسدة الهائلة، وبيقوي معانا المناعة كويس جدا، خاصة إن إحنا داخلين على الشتاء، فبرضو من الحاجات العظيمة يعني. وده رخيص بقى، يعني ده ده رخيص. رخيص. ده تمام، اوكي.